باش الخرجيه باش نفرقوها الطحن ولا بالكوالو اللي كيتسنتا هو قدام الكاميرا. هاد السيد هذا مرطو راه كتموت في الدار. ما كان الاطباء ومازال الان خصنا سيدي شي حاجه. خصنا راه 5 طن ولا 6 طن. واش تجينا 5 لواحد ولا ما تجيناش؟ غاش الا غنغمات اللي قليل بوعرفه 18 كيلومتر تو تنيد الغيتا يتبيشا وشي ناس وشي ناس تضامون وشي غيت نيد يتبيشا سوار السكر كلشي المواد تيلي غنغ وسداد ديوفج غنغ تقريبا 12 كيلومتر هكاك كلشي قوم كل من هي حاجه فابور ما تسلف فلوس لن تضمن فابور ارنس الفلوس الطريف ارنس الطريف جيت للمواد والطريف تضمن فابور اللي غنغو غرمو فلا غنغ 8 كيلومتر كذلك تلقيم ميسون كذلك اللي غنغ تلقيم ميدلت انمل كل شيء قوم من تضمن قوم من اقليم ميسور بعد اقليم ميسور يا اقليم ميسور غنغ 8 كيلومتر غادي غرمو فلا غرمو فلا تا غنغ تشاتا كوراس قوم تنيت ستادامون قوم تنيت سيل الفلوس يا مرا غدوي الغاسي الفلوس شني سينا ربا تنصر كلشي نزرو تيوشوتي وما شحال باش كنشريو الشكره الطحين كنشريوها ب 26% 27% شنو هو السبب؟ السبب ديال الطحين باش كنشريوه ب 27% وكاين شي بعض المرات كيوصل حتى ل 3000 ريال كنمشيو للعمل باش كنشريوه بقله الطريق واخا قالوا لكم هذوك اللي كيضربوا الراي كيقولوا لكم راه الطريق ديال الموبوري تحل الله يجازيكم بخير وكنطلبوا من الدوله خصنا تشوفنا حنا اما بالنسبه لنا واخا تحل الطريق راه الناس ما تمكنش انا غادي نمشي انا على رجلي ولا ندي البغله حتى الميدلت ولا الميسور ولا الكرمه باش غادي نجيب الشكره راه ما يمكنليش انا نجيب البغله حتى الميدلت باش غادي نجيب انا طحين على البغله فوقاش غادي نوصل انا براسي كاينين بعض الاشخاص معايا كنا خدامين جيت القسابي من القسابي جيت انا في مترو ديال الثلج والمراه ما عرفتش واش حيه ولا ميته والناس كنصونيو عليهم ما كاين الريزو ما كاين الطريق ما كان باش غادي نوصلوا وعندي انا 4 ايام علاش وصلت انا لداري والنهار فاش وصلت لداري لقيت السكر خاص للمراه ولقيت البوطه طفات على المراه ولقيت المراه بقات بلا طحين ومشيت للجيران ديالي لان الطريق بيني وبين ميسور مسدوده والطريق بيني وبين ميدالت مسدوده والطريق بيني وبين نغمات مسدوده والطريق بيني وبين قرامه مسدوده لان باش كنطلب هذا الشيء كنطلب من سيدنا الله ينصرو وكنطلب من جميع السلطات كنطلب منهم الله يجازيهم بخير يجيو يشوفونا انا براسي كنت ميدلت شفت انا في التلفازه جاوا الاطباء وجاوا جميع المواد الغذائيه وجميع الملابس جاوا لاي منطقه جاوا لها لاي منطقه جبليه واي منطقه اللي مضروره جات لعندهم الكمبيوتر ولان بالنسبه للحديد اللي غادي على الروايض راه ما غاديش يوصلهم وجا الحديد ديال السماء والله ينصر سيدنا ما نعرف حنا هاد الشيء واش بالنسبه للناس اللي كيعرفوا البلاد او النسبه للرئيس ديال الجماعه او النسبه لشي حاجه اخرى اما بهاد النسبه شفت انا بعينيا دازوا جوج شاجورات من الطريق ديالنا باش دازوا صفتهم القائد سعاده القائد هو راه بلغ مجهوده ولكن بالنسبه للناس الاخرين اللي كيبلغوا دوك المساجات دوك المساجات هما اللي كتبوا على الدوار ديالنا واخا يقولوا لهم الطريق راه داز خصنا حنا اللي غادي يوصل لنا داك الشيء اللي خاص لنا واخا محلول الطريق راه ما يمكنليش انا كاين الدراري هاد السيد هذا براسو اللي كيتسنتا هو قدام الكاميرا هاد السيد هذا مرطو راه كتموت في الدار ما كاينين الاطباء ومازال الان البارح انا بعيني شفتها هاد الشيء راه غادي يخرج وهاد الشيء راه غادي يشوفوني قدامهم كاملين غادي يشوفوني قدامهم هاد السيد هذا راه المراه ديالو راه هادي مده 5 ايام هو اللي كيعطي ليها الماكله لفمها بالمعيلقه والزلافه وقدمنا لكم الله هاد الشيء دابا واش حنا مغاربه ولا لا واش حنا مغاربه او لا وهاد الشيء راه هاد الشيء عرفت بان ما هو سيدنا الله ينصرو راه حتى حاجه ما خصات له راه خاص غير اللي غادي يبلغ مجهوده باش غادي يبلغ له الرساله من بلادنا اما هو راه عرفناه الدولة ديالتنا الله ينصر الدولة والله ينصر الملك وعيش محمد السادس نديروا لكم المستشفى نديروا لكم الأقسام والمدارس راه عندنا جوج الأقسام يا عباد الله جوج الأقسام وعندنا السادة يا عباد الله
ستة. عندنا جوج الأقسام من تحضيري حتى للستة، جوج الأقسام هذه ماشي عيب. و135 تلميذ، واخا حنا شفنا في جميع الإذاعات، كنسمعوا في الراديونات وكنشوفوا في التلفازات بعينينا، راه أي غتاجات من سيدنا الله ينصرو سوى بلادنا ما نعرف علاش. سوى بلادنا، بلادنا هو المؤابوري. جامعات قرامة، دائرة الريش، عاملات ميدلت.